بسم الله الرحمن الرحيم والصلاة والسلام على أشرف المرسلين. نحن جد سعداء اليوم بالتواجد معنا في هذا اللقاء اللي هو واحد اللقاء داخل في إطار برنامج انفتاح الجماعة على محيطها الخارجي في إطار واحد البرنامج اللي كتصر عليه وزارة مديرية الجماعة الترابية برنامج الجماعات المنفتحة. وهذا البرنامج اقتضينا أن نخرطوا فيه اليوم بعد اللقاء اللي هو لقاء غادي يأطر مجموعة الأساتذة الأجلاء في مقدمتهم الدكتور محمد الغالي، الدكتور سعيد بوفريوا، الدكتور محمد العبدة، والدكتور سعيد الدحماني. وهذو جوج أساتذة من مؤسسة جامعة القاضي عياض. هذا اللقاء اللي كما قلت لكم كيجي في إطار انفتاح المحيط الجامعة وإشراك المواطن في تتبع قضايا الشأن المحلي والخيرات في برمجة الميزانية. والغرض منه هو أننا نستمع للمواطنين لأجل أن في الأخير غادي ناخذوا التوصيات ديالهم فاش ناخذوها في البرمجة الميزانية اللي حنا مقبلين عليها بالنسبة لدورة فبراير. هذا هو الغرض من هذا اللقاء، وكنشكر جميع الحاضرين معنا في هذا اللقاء، الأساتذة الأجلاء، السلطة المحلية في شخصية السيد الوالي، الجسم الصحفي كذلك مشكورين، جمعية المجتمع المدني، جميع المنتخبين، جميع المجلس الجماعي للسادة، وشكرا لكم. هو على أي تنظيم هذا اليوم الدراسي من طرف جماعة سعادة حول الميزانية التشاركية؟ فهو دائما في سياق النقاشات اللي عرفها تفعيل وتطبيق مقتضيات دستور 2011 المتعلقة في الشق المتعلق بالديمقراطية التشاركية، وهي إشراك المواطنين والمواطنات في القرار. وبطبيعة الحال احنا اليوم في كأساتذة كلية العلوم القانونية والاقتصادية والاجتماعية بمراكش، وكذلك كلية العلوم القانونية والاقتصادية والاجتماعية بقلعة السرغنة، من أجل توضيح وتفسير مجموعة من الأمور المتعلقة بالميزانية التشاركية، على اعتبار أن الميزانية التشاركية تشكل آلية لضمان خيرات المواطنين والمواطنات وساكنة الجامعة بشكل عام في كيفية إعداد واقتراح طرق وأفكار وتصورات تتعلق بكيفية إدارة وتدبير ميزانية الجامعة. بطبيعة الحال ماشي فقط غير على مستوى النفقات أو ما نحتاجه، ولكن كذلك على مستوى مقترحات لتطوير مداخل الجماعة، لأنه دائما كنعرفه بأن أفضل وسيلة في التدبير والتسيير وهو أن تضمن انخراط الساكنة المعنية بهذه القرارات. وبالتالي فهذه المبادرة ديال جماعة سعادة من خلال مجلسها ورئيس المجلس فهي تشكل انخراط مهم وقوي في مسلسل السياسات العمومية بمقارباتها الجديدة اللي كتعرفها المملكة المغربية، خصوصا وأننا اليوم تنعيش في السياق لوعاء المخاطر في تزايد كبير. وبالتالي لابد من ضمان انخراط الساكنة. إن اليوم تنعيش على إيقاع الكوارث الطبيعية، الجفاف، الزلازل، الفيضانات، اللي بطبيعة الحال أنها أثرت بشكل كبير على طريقة تصور النفقات وكذلك حتى بالنسبة للموارد. وما نساوش كذلك كوارث أخرى بيولوجية أو طبيعية نسميوها اللي بغينا نسميوها، الأمراض، جائحة كورونا، اللي شكلت واحد نقطة انعطاف مهمة وأساسية فيما يتعلق بكيفية تصور الميزانية. لذلك فهذا اللقاء من خلال هذا اليوم الدراسي اللي كتنظمه الجماعة ديال السعادة مشكورة بجهة مراكش أسفي، فهي كتشكل مبادرة ما يمكن إلا أن الأساتذة ديال الجامعة يتجاوبوا معها، وفرصة كذلك باش يكون هذا اللقاء المباشر مع الساكنة لتوضيح كل الأمور اللي عندها علاقة بالميزانية التشاركية.